قال الناظم رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا وللمسلمين في باب النكرة والمعرفة. نكرة قبيل المؤثرة أو واقع الموقع ما قد ذكر، وغيره معرفة كهمدي وهند وابن والغلام والذي، وما لذي غيبة أو حضور كأنت وهو ثم بالضمير، وبالاتصال منه ما لا يهتدى ولا يليق باختيار أبدا. الياء والكفيم ابن أكرمة الياء والحديث سليم ما معنى. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد النبي وزوجه المنهج. قال رحمه الله: النكرة والمعرفة، من عرف المعرفة لم يخلو من اعتراض، ولذلك رحمه الله تعالى استغنى عن حدها بعدها، عد المعارف فهي ستة. والنكرة عرفها، قال: الاسم إذا توفر فيه شرطان يحكم بأنه نكرة، الشرط الأول أن يقبل ال، الثاني أن تفيده تعريفا. الاسم إذا من أول الأمر لم يقبل ال فهو معرفة، وإن قبل ال ولم تفيده تعريفا فهو معرفة أيضا. مثال ذلك: أنت لا تقبل ال، لا تستطيع أن تقول ال أنت، إذا أنت معرفة، فهو لا يقبل ال. قال رحمه الله تعالى: قال نكرة قابل ال، شرط أول. مؤثرة: جاء رجل فأكرمت الرجل، أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصي فرعون الرسول، في زجاجة، الزجاجة زجاجة نكرة لأنها قبيلة وفادتها تعريفا. أو واقع موقع ما قد ذكر، قد يكون الاسم لا يقبل ال، لكنه واقع موقع اسم يقبل ال وتفيده التعريف. تقول: مررت بمن معجب لك، من لا تقبل ال، لكن واقع في هذا السياق موقع شخص، وشخص يقبل ال وتفيده التعريف. تقول: مررت بما معجب لك، ما لا تقبل ال، ولكن واقع هنا موقع شيء، وشيء يقبل ال وتفيده التعريف. وتقول: جاء ذو فضل، ذو لا تقبل ال، لكنها واقعة موقع صاحب، وصاحب يقبل ال. هذا من أقوله: نكرة قابل المؤثرة أو واقع موقع ما قد ذكر. عباس، حارث، ضحاك، كلها تقول ال، لكن لا تفيدها تعريفا، كانت معارف بالعالمية. إذن لا نقول إنها نكرات قبيلة، ولكن تخلف الشرط الثاني لم تفيدها تعريفا. واقع وغيره معرفة، غير النكرة المعرفة. ليست هناك واسطة، الاسم في العربية إما أن يكون معرفة ما يكون نكرة. قال بعضهم: المعرفة ما وضع لمعين. وغيره كهم الضمائر، وذي اسم الإشارة، وهند العلم، والغلام مارفيل، والذي، وابني المضاف إلى أحدها. وترتيبها في التعريف: عرفها الضمير، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الاسم الموصول، ثم المعرف بال، ثم المضاف إلى أحدها، ويكون في رتبته. إلا المضاف إلى الضمير فهو أحط منه قليلا، يكون في رتبة العلم. حملهم على ذلك أن العرب يقولون: جاء زيد صاحبك، صاحبك مضاف إلى الضمير. لو قلنا إن المضاف إلى الضمير في رتبته تكون صاحبك عرف من زيد، والتابع لا يكون عرف من المتبوع. فما الذي بدأ بالضمير؟ قال: فما الذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير. ما دل على حضور؟ والحضور اثنان: تكلم وخطاب، والغيبة معروفة نوع واحد. فما الذي غيبة أو حضورك أنت وهو سمي بالضمير. وذو اتصال من الضمير نوعان: متصل ومنفصل. المتصل منه له علامتان لا يقع في أول الكلام ولا يلي إلا في الاختيار، ومفهومه أنه يليها في الاضطرار، وهو كذلك كتبت لا تأتي التاء أول كلام أبدا، ولا تأتي بعد إلا، لا تقول ما كتب إلا تو أو ما حضر إلا تو، لا يقال هذا. وجاء في الاضطرار: وما علينا إذا ما كنت جارتنا لا يجاورنا إلا كي ديار، فما لعوض إلا هو ناصر. أنا قوله: وذو اتصال منه ما لا يبتدى ولا يلي إلا اختيارا أبدا، كالياء والكافي من ابن أكرمك. الياء في ابني ضمير متصل، والكاف في أكرمك ضمير متصل، وكلاهما يقع موضع جر وموضع نصب. واضح؟ الياء ياء المتكلم وكاف الخطاب كل ما يقع في محل جر ومحل نصب، ولا تقع في موقع الرفع أبدا. والياء ولها من سليه ما ملك، ياء المخاطبة سليه، سليه الياء ضمير رفع لا يقع لها محل رفع وهو متصل، ولها في سليه ضمير نصب، محل نصب. قال فيها سليه: وكل مضمر له البناء يجب. الضمائر كلها مبنية، وسبقها في أول الكتاب، كل ضمائر مبنية، الضمير مبني لجموده لا يثنى ولا يجمع، ولافتقاره ولوضعه على شكل الأحرف، شكل الحرف. ولفظ ما جرك لفظ ما نصب، ضمير الجر وضمير النصب
لفظهما واحد ويختلفان في العامل. وقال بعضهم وكل تاء الفعل من ياء وكاف أو هاء فمفعول أو اسم فمضاف. وها تقول كتابي وكتابك وكتابها وكتابه كلها في موضع جر، وتقول أكرمني وأكرمك وأكرمها كلها في محل نصب. وها فالاختلاف في اللفظ فقط. أنا قوله ولفظ ما جرك لفظ ما نصب. قال أحمد الله ماذا قال؟ للرفع والنصب وجر النصب. نا من بين الضمائر تصلح في موضع جر وهو في موضع نصب وفي موضع رفع. تقول أكرمنا خالد منصوبة محلها نصب، وأكرمنا خالدا مرفوعة مرفوعة المحل، وتقول مر بنا أو كتابنا محلها جر. لماذا قلنا أكرمنا خالد وأكرمنا خالدا؟ لماذا سكنا قبل الفعل؟ الفعل والفاعل كالشيء الواحد، الفعل والفاعل كالشيء الواحد. والعرب تستثقل توالي أربع متحركات في الكلمة، فتقول ضربنا خالد نا مفعول به ليس جزءا من الكلمة بتقدير الانفصال، وذلك أبقوا الفعل مفتوحا. وإذا قلت ضربنا خالدا يستثقلون توالي ثلاثة متحركات أربع متحركات في الكلمة الواحدة، قالوا ضربنا خالدا. ولبعضهم وكل ماض حده قد سكن من قبلنا فصير الفاعلنا وحيثما حرك منه الآخر فنع عن المفعول لا تستأخر وحيثما فتح منه الآخر. واضح؟ إذن للرفع والنصب وجر الناصر كعرف بنا جر، فإننا نصب للناء رفع من أحد.